بالاهل ديالك مشيتي عند الاهل ديالك؟ ما عنديش اهل اخويا، ما عنديش اهل، مقطوعه من شجره، مقطوعه من شجره. شحال من خطره في السوق جاني انهيار عصبي، انهيار عصبي، ها هما الدراري شهدوا. شحال من مره انا طحت في غيبوبه، طحت في غيبوبه، ما عرفتش ما ندير، جناحي مكسورين صراحه، ما عرفتش ما ندير. تبع قناه مغارب نيوز، اهلا وسهلا بكم. من قلب مدينه الدار البيضاء جينا عند اخت ليلى، اخت ليلى اللي داز في جل المنابر الاعلاميه تقريبا. اليوم جينا عندها باش تشرح لنا قلبها، اللي تعرفات بالسيده اللي عندها كروسه ديال القهوه كتبيعها هنا في شارع المسيره، في جريده المسيره ايضا، كل شيء كيعرفها شباب وشياب كيعرفوا هذه الاخت ليلى، لانك تعتبر المراه الحديديه اللي كتقاوم هي والابن ديالها. اليوم جينا عندها باش توضح لينا وتعاود لينا شويه من القليل اللي دوزات. ليلى اليوم بغينا نعرفوا كيفاش كتبيعي، كيفاش كما قلتي لينا في الكواليس ما عندك حتى فين تباتي، كتباتي في هذا الشتاء والبرد، وكل غريب في الامر عندك طفل اللي ما كيقرا ما كاينش اللي غيتكلف بيه. وضحي لينا ليلى. اخويا انا كنعيش في الشارع، كنبيع القهوه، ومنين نقدر ناكل انا وولدي؟ كنت زواج، كنت ضحيه لواحد الزواج اللي ما عرفش من كل. المهم كنت ضحيه لواحد الزواج فيها شيلو صافي، لقيت راسي حامله وكنضرب في الشارع. الحمد لله ما نهاريت ما والو، ترجلت وبقيت خدامه، ولدت داوني واحد الناس ولدت عندهم، ومني ولدت خرجت بديت خدامه، خدمت في قاوي في معاميل، بعت الكارو، بعت الحوت، بعت اتاي اي حاجه باش نكبر ولدي. الساعه باش كان صغير ما كنتش حاسه بواحد الهم كبير. كنت الدري مني بدا يكبر نكبروا معاه بزاف الحوايج، بزاف المشاكل كبرات مع الدري. يعني انا كنضل ضيعانه في السوق، الدري لقى بوينتا يهزها، لقى ميكا ديال التشمكيره يهزها، سخروا الدراري كيبرك مع السكيريه، كيبرك مع سيرتو بالليل. ملي كنكون بالليل كلشي كيمشي، كنبقى من عساس لعساس، من عساس لعساس. كيف ما قلتي لينا لي انت ضحيه ديال الزواج، الزواج على اش من سن تزوجتي؟ اش من سن؟ ضحيه لواحد الزواج، يعني عائله الراجل شويه خايبين، ما بغاونيش. انا كنت كبر منه ومريضه، مريضه بالاعصاب، وما حملونيش دارهم، وبدات المشاكل وبدا هذا، ويقول لي صافي سيري في حالاتك، اهل ديالي ما قبلوكش ليا. طردك من الدار انت والابن ديالك، ولا كنتي حامله ديك الساعه؟ حامله ديك الساعه انا، يلاه عندي شهرين، خرجت ساكي وخرجت. ما حاولتي توضحي لي مره غيضيع الدري غنضيع انا مع الدري؟ ما خرجت ديك الساعه، يلاه كرشي باقا صغيره، ما صافي من يجرى عليا عزت النفس ديالي ودا خرجت صاي، مشيت بحالاتي وبقيت تولدت، وما عمره ما سول عليا، ما عمره ما جا عندي، ما عمره ما اتصل بيا. بالنسبه للاهل ديالك مشيتي عند الاهل ديالك؟ ما عنديش اهل اخويا، ما عنديش اهل، مقطوعه من شجره. كانت الزوجه ديال الاب ديالي ما عرفتش فين مشات، مني مات با ما عرفتش فين زادت، هي اللي كانت كتحن فيا. بالنسبه دابا الطفل هذا شحال عنده من العام؟ عنده 6 سنين. كيدير والو، كيدور معايا في الزنقه. دابا انت ضحيه وتزاد عليك طفل لانه هو ضحيه. ضحيه اخرى، والله اللي عالم بيا القلب ديالي، راه الله اللي عالم بيا. شحال من خطره في السوق جاني انهيار عصبي، ها هما الدراري شهدوا. شحال من مره انا طحت في غيبوبه، ما عرفتش ما ندير، جناحي مكسورين، ما عرفتش ما ندير صراحه، ما عرفتش ما ندير. يمكن لي ندير دابا؟ كيبقى فيا الدري صغير. انت معروفة بهاد الجوطية بطيبوبة القلب ديالك، والدري دير معاه الخطر ما عرفت. حيت هاد الناس هنا ديال السوق هما اللي كيحنوا فيا، كيعطوني الجاكيطات على البرد، كيعطوني واحد البارح بانطوفة، كيلبسوا لي ولدي هنايا اللي دزت من هداك، كيبدل لي، كيقول لي دوك الحوايج مسخين، كيلبسوا حوايج، ولكن انت لينا هاد الشيء. انا ما مصير، ما حياه، ما والو خويا. بالنسبه لي دابا كدوري في الزناقي بهاد الكروسه، كتبيع القهوه، شحال كتجيب لك هاد القهوه؟ اش كدي؟ كتجيب لي والو، كنبيع قهوه بدرهم، كاس ديال القهوه بدرهم، كنبس كاس ديال القهوه بدرهم، لبسها على 20 واحد، يلاه عندي 400. عاد تحيدي منا القوام ديالها والماء والزيت والبوطا، داكشي عليا القهوه باش نشري الكيسان، نشري السنيده، نشري عندي بوادز كنعمر الماء، كاع القهوينه ولاو كيعرفوني.
بالنسبه دابا فين كتباتي؟ البرد الشتا والدري صغير فين كتباتي؟ كنت حدا واحد العساس وكان مني جاوا الدراري لاحوني في فيديو ويجري عليا. علاش؟ ما عرفتش، قال لي صافي سيري في حالتك. من جات الصحافه جبتي لي الصحافه حتى انا سيري في حالتك. خاف على راسو على ما اظن. يمكن ما عرفتش انا علاش، ولكن لقيتو جامع عليا حوايج وقال لي شوفي فين تديهم. دابا الطفل دابا ما ديتي شي جمعيه، ما حاولتيش تدخلي المدرسه؟ ما مشيت لشحال من جمعيه كيقولوا لي حنا غنجيو نديروا على الكرينيو وما كتجي حتى شي حاجه. ومن بعد ملي كنرجع لهم ولاو كيقولوا لي جيبي لنا ورقه من عند الوكيل. ما عرفتش شنو هي هاد الورقه، الدري ما عنده حتى ورقه، ما عرفتش من ندير انايا. ملي كبر هذا حسيت بهذا الغلط هذا. الدري ما عنده لا حاله من دنيا لا والو، خصو يقرا. كثرت عليا المعاناه اخويا بزاف. تقريبا دابا شحال تي خارج الشارع ليلى؟ شحال دابا؟ 3 شهور دابا من كورونا وانا كنعاني، ولكن دابا 3 شهور وانا خارج في الشارع. كنت كاريه وحلت فيه واحد شهرين ما خلصتهاش، ما خلصتش واحد الشهرين وما يخرجوني مالين الدار. دابا انا 3 شهور باش كنضرب في الشارع. واش كنتي خلصت قبل من 3 شهور؟ شتي كتخلصي في الشهر؟ شتي كنتي كديري؟ كنت كنطيب القهوه وكندير للمارشي. كنبقى ديك الساعه قبل الكورونا كان شويه الخدمه، كان شويه الراوي. كنت كنبقى ندور في المارشي باش كنجيب فلوس الكرا. كنت كنعطي مالين الدار 400 كل نهار. كنجيب من المارشي مصاريف كنعطي منهم مالين الدار 400 كل نهار. بالنسبه دابا الراجل ديال راجلك دابا اللي خلى هذا الابن، هو قريب من هنا كيعرف الظروف اللي كتعيش فيها ليلى؟ ما كيعرف عليه والو. ملي خرج حامله ما عمرني ما شفتو. اه شو الله يرضي عليك. ملي خرج حامله عمرني ما شفتو، عمرني ما شفتو. وكيسكن هنايا في كازا نيش؟ اه كيسكن هو ود مجموعه سته. عمرو داز من هنا شاف ليلى الزوجه ديالو فين ولات عايشه الابن ديالو؟ لا ما عمرو ما جا عندي، ما عمرني ما شفتو. بالنسبه للطلاق درت شي طلاق ولا شنو درت؟ اه هو طلقني عيط ليه وقال لي طلقتي. نتوما كنتو ديجا مديرين الوراق؟ مزوجين بالوراق. مزوجين بالوراق حنايا، باقي عندي الوراق ديال الطلاق انايا. بالنسبه للطلاق تخرجك المحكمه واحد التعويض ديالك ديال 3 شهور ديال الكرا، وتخرجك واحد التعويض مادي؟ ما توصلت، ما خرجت لي حتى شي حاجه. ما تبعش المسطره؟ ما تبعش المسطره، انا خديت وراقي ديال الطلاق ومشيت بحالاتي. ليلى لا اله الا الله، كما كتشوفوك هنا كتعيشي، الابن ديالك حتى هو مسكين باقي ما عارفش، باقي صغير 9 سنين ما غيعرف والو، وانت اللي هازه ليه الهم كيف ما كنقولوا. شنو النداء ديالك للمغاربه والقلوب الرحيمه؟ النداء ديالي لخوتي المغاربه والنداء الرحيمه، خوتي الواصلين، خوتي اللي غنام الله سبحانه وتعالى على العذاب، بغيتهم يشفقوا فيا ويشوفوا فيا بعيد الرحمه، ويحاولوا يهنوا في الوليد، حسبوا بحال وليدهم. أنا مقطوعة من شجرة وتا هو كذلك، حسبوا بحال وليدهم. الله يرحم لكم الوالدين خوتي، ما تخلوش عليا، الله يجازيكم بخير، اجوا عندي باش تشوفوا الحالة ديالي وتعيشوها معايا.